أحد السامرية: المسيح قام حقا قام. يسوع في طريقه إلى الجليل كان لابد أن يجتاز السامرة، فأتى إلى سخار. فإذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس على حافة البئر، وكان نحو الساعة السادسة أي الثانية عشر ظهرا. سخار هي قرية بجوار السامرة حيث بئر يعقوب، والتي كانت عين ماء تنبع من بئر عميق موجودة منذ زمن قديم. ولا شك أن ماءها كان عذبا كمياه الينابيع، لهذا كان يشرب منها يعقوب وبنوه ومواشيه، أي منذ أكثر من 16 قرنا من الزمان. جاءت امرأة من السامرة تدعى فوتيني لتستقي ماء، فقال يسوع: أعطني لأشرب. وكان تلاميذه قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما، فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ واليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت منه أن يعطيك ماء حي، فأعطاك. قالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منه هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه لا يعطش، أي يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة: يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش وأن لا أأتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأن لك خمسة أزواج والذي لك ليس هو زوجك. هذا قالته بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد، إنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولوا في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجد للآب. أنتم تسجدوا لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لمن نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين يساجدون الحقيقيون يسجد للآب بالروح والحق. قالت له المرأة: أنا أعلم أنك مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معه. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت: تعالوا وانظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. السامرية جاءت لتشرب من ماء غير مروي، فقابلها يسوع وقال لها:
لو كنت تعلمين عطية الله أي المعمودية لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطي أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء أي الروح القدس ينبع إلى حياة أبدية. في هذا الموضع لم يظهر يسوع فقط جهاده، وإنما أظهر تحرره من الكبرياء، ليس فقط بكونه كان متعبا ولا بجلوسه على جانب الطريق، وإنما بتركه وحده وترك تلاميذه له. فكان في قدرته إن أراد ألا يرسلهم جميعا أو يترك البعض يذهب والآخرين يخدمونه، لكنه لم يرد هذا، فقد جعل تلاميذه يعتدون على وطأ الكبرياء تحت أقدامهم. حسن أن تعتز السامرية ببئر يعقوب، لكنها لم تعرف كيف تعبر خلالها إلى إله يعقوب واهب المياه الحية. كان يليق بها أن تنطلق مع يعقوب أبيها لترى سلم يعقوب الصاعد من رأسي إلى السماء، فتتهلل بالصليب فاتح أبواب السماء للعالم كله. مع محبة الأب بطرس ميشيل جنحو.